ليه ما بنشوفش ملك الموت؟ نعم ليه ما بنشوفش ملك الموت؟ ده من رحمة ربنا بينا. ليه بقى؟ أقول لك، هل فعلا زي ما بنسمع انه احنا كبشر ما نقدرش نستحمل نشوف هيئته؟ طيب انت تحب تشوف النبي عليه افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم؟ طب ده صحابه النبي ما شافوش النبي. إيه؟ صحابه حضره النبي ما شافوش النبي. ازاي الكلام ده؟ امال كان عايش ازاي؟ كانوا بيشوفوه كل واحد على قده، وهو اللي قال لنا صلى الله عليه وسلم قال ما رآني احد منكم على هيئتي الا فاطمه بنتي وابو بكر. ما حدش يستحمل يشوفه ازاي. ولذلك سيدنا ابو هريره قال له طب ادعيني يا رسول الله اشوفك مره. يقول فحدقت مره النظر في وجه رسول الله فوضعت يدي على عيني من شده نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا ابو بكر لما بص له كده في ليله التمام وبص للبدر قال والله ما أدري أي البدر من وجه رسول الله، لكنني علمت وجه رسول الله من نور فاق البدر. ولذلك